أنا قلت يوم ما بالنسبة ل سيد خطب اسمع بالشيخ عبد الله عبد الله اسمع فيه جزاك الله خير عبد الله عبد الله كان هنا من أخوة المسلمين منذ قريب 7 سنين أو 8 سنين أخوة المسلمون اتخذوا قرارا بمقاطعة الألباني ومقاطعة روشو ومقاطعة كل من ينتمي إلى دعوته علما أن عبد الله عزام كان هو الرجل الوحيد من بين أخوة المسلمين اللي لا يكاد يسمع أن الشيخ ألباني عنده جلسة في دار كذا إلا يكون هو من أول الحضور ومعه هيك دفتر صغير وقلم هيك صغير جدا يكتب فيه خلاصات. هذا الرجل الودود حقا لما صدر قرار مقاطعة ألباني مع حضر عند الألباني إن شاء الله لقيته في مسجد صهيب. نحن خارجون من الصلاة سلمت عليه بطبيعة الحال وسلم هو بمعنى استحياء لأنه ما هو خالف القرار. قلت ليش هذا يا شيخ هكذا إسلام يأمركم؟ قال يا سحابة صيف عما قريب تنقشع. راحت أيام وجدت أيام كان إذا زارني عن بيت ما وجدني يخلوا الناس بعدين عن قامين دواء خلاصات اللي تبع الأخبار عرف أنه أنا عن نظام لما كان بيته تحت البلد طرق الباب دخل أهلا وسهلا قال أنا أجيت عن بيت وما وجدتك وأنا كما تعلم خريف على الاستفادة من علمك من هذا الكلام. قلت له أنا هيك بعرفه لكن إيش معنى المقاطعة هذه؟ قال أنت كفرت سيد خطب هم الشاهد. قلت له وين كفرت؟ قال أنت تقول أنه يقرر عقيدة وحدة الوجود في تفسير أولا سورة الحديث أول وثانيا من يقول الله أحد. قلت له نعم نقل كلام الصوفية ولا يمكن أن يفهم منه إلا أنه يقول بوحدة الوجود لكن نحن من قاعدتنا وأنت من أعرف الناس بذلك لأنك تتابع جلساتي لا نكفر إنسانا ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة فكيف أنتم تعلموا المقاطعة هذه وأنا موجود بين أمامكم أنتظروا أنت إلى ما إليه تبعة الشهر يتحقق منه صحيح أنا مكسر سيد خطب. كان معه يومئذ لما جاء الإمام أخونا علي السطري. قلت له سيد خطب هكذا يقول في سورة كذا أن فتح في مكان آخر فيه لأن رجل يؤمن بالله ورسوله وبالتوحيد آخره. قلنا له يا أخي نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله ورغم هذه الجلسة فيما بعد راح نشر مقالتين أو ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الكويت بعنوان ضخم الشيخ الألباني يكفر الشيخ القصة طويلة جدا لكن الشاهد من أوين نحن نقول هيك ونقول هيك يعني بياخذ انه السيد خطب كفر الألباني مثل اللي بياخذ انه والله الشيخ الألباني اثنى على السيد خطب في مكان معين هذول اهل اهواء يا اخي انه لا سبيل لنا ان نقف في طريقهم الا ان ندعو الله لهم فقط. افانت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين